أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، 400 شخص منهم في فيينا. وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات في النمسا بلغ 34305 حالات، وقد تعافى منهم 27354 حالة، بينما توفي 757 حالة، مشيرا إلى وجود 293 حالة في المستشفيات، منها 49 حالة في العناية المركزة. يشار إلى أن فيينا وإنسبروك تم تصنيفهما في مخاطر كورونا باللون البرتقالي، وهو ثاني أخطر مستويات الإصابة وفق نظام الإشارات اللونية المعمول بها في البلاد. أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شانبيرغ أن بلاده ستقدم 25 مليون يورو إضافية كمساعدات للاجئين في مخيم موريا اليوناني، بالإضافة إلى اللاجئين في لبنان وليبيا والأردن. وقال: ليس هناك جدوى من اتهامنا بعدم التضامن، فنحن أظهرنا تضامنا لا حدود له في السنوات الخمسة الماضية، حيث استقبلت النمسا أكثر من ضعف نصيب الفرد من اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن النمسا نجحت في توفير سكن لنحو 2000 شخص من اللاجئين في مخيم موريا اليوناني. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد انتقدت بشدة موقف نظيرها النمساوي سيباستيان كورتس حول استقبال اللاجئين القُصّر غير المصحوبين بذويهم. اتفقت الدنمارك والنمسا على رفض استقبال اللاجئين من مخيم موريا المحترق في جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجا، واستبدالها بتقديم مساعدات للاجئين في أماكن تواجدهم تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية. وذكرت مصادر أن هناك توافقا بين النمسا والدنمارك على التمسك بعدم قبول لاجئين جدد، ويضاف إليها الدول التي اتخذت موقفا متشددا من البداية بشأن قضية اللاجئين مثل هولندا وكرواتيا وسلوفينيا. واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزير الداخلية الألماني هورت زيهوفر على استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي. قال الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بين بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي إن بلاده لا ترى أي سبب لربط قضية تسمم المعارض الروسي نافالي مع مشروع نورد ستريم 2، ووفقا له فإن نورد ستريم مشروع تجاري يتعلق بشكل أساسي بروسيا وأوكرانيا وأوروبا، أي الحديث هنا عن تنويع إمدادات الغاز، لذلك لا يؤيد فكرة إغلاق خط أنابيب الغاز بسبب حادث نافالني. وأضاف الرئيس النمساوي إن مسألة مستقبل خط أنابيب الغاز يجب أن تحسم في أوروبا وليس في الولايات المتحدة.